السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. اللقطة التي أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي عندما جاء محمد صلاح قائد منتخب مصر عند حارس المرمى أبو جبل قبيل تسديد اللاعب ساديو ماني، مؤكدا أنه سيسدد في الزاوية اليمنى، وأضاف في أحد التصريحات أن صلاح قال له بالحرف الواحد: سيأتي ماني الآن، لأنني أتحدث إليك وسيحاول استفزازك، وهو ما حدث بالفعل. فقال لماني: إنني سأسدد في الزاوية اليسرى. وصلاح قال لماني: سنرى يا صديقي، سدد في الزاوية اليسرى وسيعاقبك. وأكد حارس المرمى محمد أبو جبل أن المنتخب السنغالي تفوق بضربات الترجيح لأنهم درسوا مسددي الضربات من جانب مصر بتركيز شديد.